طيب نروح معاكم لموضوع آخر، ومراكز الشباب في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشهد إقبال ملحوظ من مختلف الفئات العمرية، الأطفال الشباب والكبار، للاحتفال بعيد الفطر المبارك. ليه في العيد تحديدا؟ ده لأن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، واللي كان ليها نشاط مكثف بمراكز شباب قرى حياة كريمة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك. خلينا نعرف تفاصيل أكتر مع الأستاذ محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير عليك يا جمانة وعلى مصطفى وعلى كل السادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الشعب المصري كله. كل سنة وانتم طيبين. طيب في البداية يا فندم لو تكلمنا عن هذه المبادرة وتفاصيلها. والله يمكن كده لو خدنا عنوان 4 مليون مواطن ترددوا على مراكز الشباب خلال أجازة عيد الفطر. بالفعل مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية المختلفة تردد عليها أكثر من 4 مليون متردد من الجماهير والأعضاء خلال أجازة عيد الفطر المبارك، واللي جاءت تحت عنوان المبادرة المهمة جدا واللي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت مسمى العيد أحلى بمراكز شباب مصر، تفعيلا كمان للدور المجتمعي لمراكز الشباب وإتاحة الفرصة للمواطنين لممارسة كافة الأنشطة وكمان الألعاب الترفيهية والتروحية وضوء سياسة مراكز الشباب بعد تحويلها لمراكز خدمة مجتمعية. هاي لي فندم. إيه الأنشطة اللي قمتم بيها في إطار المبادرة دي؟ إزاي روقتوا يعني ليها واستقطبتوا شباب وأطفال خصوصا الفئات اللي يعني ما راحتش قبل كده لمراكز الشباب؟ والله دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة كان ليه رؤية يمكن علشان تكون مراكز الشباب لها عامل جذب كبير لكل الأعضاء والجماهير والمترددين عليها، يمكن كمان مش بس في العيد، لا ده كان في رمضان كمان من خلال الدورات والأنشطة اللي احنا عملناها طوال شهر رمضان داخل مراكز الشباب وكمان مراكز شباب حياة كريمة. وبرضه نحب نوضح للسادة المشاهدين إن وزارة الشباب والرياضة أطلقت عدد من المبادرات الهامة جدا والخاصة بمراكز الشباب بعد تحويلها لمراكز خدمة مجتمعية. احنا عندنا ما يقرب من 4274 مركز شباب داخل فيهم أكثر من 1000 مركز شباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. دكتور أشرف صبحي أكد كمان على تنظيم عدد من الاحتفالات خلال أيام عيد الفطر بمراكز الشباب، تضمنت العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة المختلفة للطلايع وللشباب وجميع فئات المجتمع. شملت ايه بقى البرامج؟ برامج كانت برامج ترويحيه وفنيه واستعراضيه، وكمان كان في توزيع هدايا على الاطفال، وكمان كان في ممارسه رياضيه للرواد، وكمان العاب ترفيهيه للرواد والاعضاء، وكمان قدمنا خدمات كبيره جدا لكل المترددين على مراكز الشباب، فضلا عن اقامه عدد من يعني الالعاب الترفيهيه كمان من خلال الملاهي، وكمان نشاط تنس الطاوله وبلياردو وكره قدم، وكمان كان في العاب الكترونيه. طب يا فندم ايه اهم المحافظات والمراكز اللي شهدت نشاط المبادرة، وهل في محافظات كان الإقبال فيها على هذه المبادرة أكتر من محافظات أخرى؟ هو تقريبا كل المحافظات الحمد لله كان نشاطها ملحوظ ومكثف طوال ايام عيد الفطر المبارك. خلينا نقول ان المبادره الرئيسيه حياه كريمه بتشمل 21 محافظه من 27 محافظه في مرحلتها الاولى، كمان ان شاء الله في المرحله الثانيه هيكون في عدد اكبر من المحافظات ربما تشمل كل محافظات الجمهوريه، كل ده عشان القياده السياسيه بتهتم بالمواطن المصري البسيط وكل حته في مصر، في الكرة وفي النجوع في الحضر، كمان الاهتمام بشكل كبير جدا بتطوير العشوائيات وكمان انشاء يعني مراكز شباب جديده داخل المناطق العشوائيه للاهتمام بالمواطنين. طب هل ممكن نشوف المبادره دي في مناسبات ثانيه بعد العيد، ولا الامر ده مقتصر بس على فتره الاعياد يعني؟ وزاره الشباب والرياضه كعادتها بتعمل مبادرات كثيره ومستمره، مش بس خلال ايام العيد الفطر المبارك او في المناسبات والاعياد الرسميه، لا ده على طول احنا عندنا مبادرات الهدف منها هو التشجيع على ممارسه الرياضه لكل الساده المواطنين. يمكن وانا بكلمك دلوقتي دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في جوله في محافظه البحر الاحمر وتحديدا في مركز سفاجه وزياره خاصه ايضا لمعسكر سفاجه تمهيدا لفتح عدد كبير جدا من المعسكرات لطلاب المدارس والجامعات خلال المرحله المقبله خلال الصيف المقبل تحت عنوان يعني هناك مشروع كبير جدا او مشروع قومي خاص بالمعسكرات على مستوى الجمهوريه، رصد عدد كبير جدا
من تطوير هذه المعسكرات حتى تليق بطلابنا وشبابنا خلال فصل الصيف القادم ان شاء الله. كل ده الهدف منه هو توسيع قاعده الممارسه الرياضيه، كمان التوسع في يعني انشاء عدد جديد من المنشآت الشبابيه والرياضيه وفقا لتوجيهات القياده السياسيه. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم.